السلام عليكم، كحال ماكم سرقة مزمين. فيديو جديد من سلسلة تاريخ اللاعبين في الألتيمت تيم، وعندنا في هذه الحلقة اللاعب اللي هو مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني. فأتمنى أن تفجروا هذا المقطع لايكات، واكتبوا لي تحت في الكومنت الحارس اللي نجيبه في الحلقة الجاية. طبعا جبنا حارسين قبل نوير، جبنا بوفون وجبنا ديخيا، فاكتبوا لي تحت في الكومنت يعني الحارس اللي نجيبه في الحلقة الجاية، هل هو يعني الأغلب راح يكون كاسياس أو حارس آخر، يعني أكثر طليق يجي عليه اللايكات راح ناخده. فيلا خلينا نبدأ على طول. عندنا فيفا 10 بطاقة العاديه نزلت له قوتها 86، على تقاعد فيها اللي هي الريفلكس 88، الدايفنج 87، الكيك 84، والهاند 80، ونزل له بطاقة قوتها 89. طبعا كان يلعب مع نادي شالكة، عنده على طاقة الريفلكس والدايفنج 92، عنده الكيك 86، الهاند 84، والبوزيشن 80. طاقة الصراحة جدا ممتازة بالنسبة لمانويل نوير في فيفا 10. فهذا بالنسبة لفيفا 10. فيفا 11 بطاقته العادية نزلت له قوتها 85، ايضا كان يلعب مع شالكة، اعلى طاقة عنده اللي هي الدايفنج 89 والكيك 89، عنده الريفلكس 88، الهاند 80، والبوزيشن 79. الصراحة طاقات تعتبر جدا كويسة. طبعا نزلت البطاقة قوتها 86 مثل ما انتم شايفين، عنده أعلى طاقة فيها اللي هي الريفلكس 91، الكيك 90، الدايفنج 90، عنده البوزيشن 83، وعنده الهاند 82. صراحة طاقات أيضا جدا كويسة. نزل له سكند فورم قوتها 87، أعلى طاقة فيها الريفلكس 95، ريفلكس جدا عالي، الدايفنج والكيك والبوزيشن 89 والهاند 80. نزل يعني ثالث انفورم قوته 88، على طاقه في الريفلكس 96، البوزيشن 88 والكيك 89، الدايفنج 89، الهاند 86. ونزل نسخه يعني نسخه اخيره فيفا 11 وقوته 89، عنده على طاقه فيها الريفلكس 98، ريفلكس خرافي الصراحه، عنده الدايفنج 92، الكيك 90، البوزيشن 90، الهاند 88. فطاقته تعتبر جدا ممتازة بالنسبة لنوير في فيفا 11. ننتقل على فيفا 12 بطاقة العادية نزلت قوتها 86، طبعا هذه السنة انتقل لنادي بايرن ميونخ الألماني، عنده طاقة الريتك 86، على طاقة اللي هي الدايفنج 91، الكيك 90، الريفلكس 88، البوزيشن 81، والهاند 80. نزل نسخة انفورم قوتها 87، عنده أعلى طاقة فيها اللي هي الدايفنج والكيك 92، وعنده الريفلكس 88، عنده الهاند والبوزيشن 82. طاقات جدا ممتازة الصراحة. نزل نسخة المان اوف ذا ماتش البرتقالية، الريتنج عنده فيها 88، عنده أعلى طاقة الريفلكس 95، الدايفنج 93، عنده الكيك 92، والهاند 82، البوزيشن 86. طاقات يعني تعتبر جدا ممتازة الصراحة بالنسبة لنوير في لعبة فيفا 12. ننتقل على فيفا 13 بطاقة العادية نزلت له قوتها 87، عنده أعلى طاقة اللي هي الكيك 91، عنده الدايفنج 90، الريفلكس 89، البوزيشن 82، والهاند 81. يعني كبطاقة عادية يعتبر الريتنج الصراحة جدا ممتاز. ونزلت نسخة انفورم قوتها 88، أعلى طاقة فيها اللي هي الدايفنج 92، عنده الريفلكس 91، والكيك 91، ايضا عند البوزيشن 85، والهاند 83. نزلت نسخة مان اوف ذا ماتش ريتنج 89، عنده اعلى طاقة اللي هي الدايفنج 93، ريفلكس 92، الكيك 91، البوزيشن 87، والهاند 85. الصراحة يعني بطاقات تعتبر جدا ممتازة. بطاقات يعني نزلت له هي نفس بطاقات فيفا 12، نسخة عادية ونسخة انفورم ونسخة مان اوف ذا ماتش. فهذا كان بالنسبة لفيفا 13. ننتقل على فيفا 14 بطاقة العادية نزلت له قوتها 86، عنده أعلى طاقة فيها الكيك 91، عنده الريفلكس 87، الدايفنج 85، البوزيشن والهاند 82. الصراحة طاقة تعتبر جدا ممتازة بالنسبة لمانويل نوير بالبطاقة العادية. نزلت له نسخة الجرين قوتها 87، عنده أعلى طاقة اللي هي الكيك 91، الريفلكس 90، وعنده الدايفنج 88، الهاند 85، والبوزيشن 85. أيضا نزلت له نسخة الورد كاب أو كأس العالم قوتها 88، عنده أعلى طاقة فيها اللي هي الريفلكس 93، عنده الدايفنج ثاني أعلى طاقة هي والكيك 91، الهاند 88، والبوزيشن أيضا 88. نزلت نسخة جرين أيضا يعني ما تختلف أي شيء عن نسخة كأس العالم، اللي يختلف بس اللون يعني. ونزلت نسخة تيم أوف ذا يير قوتها 94، عنده أعلى طاقة فيها اللي هي الدايفنج 95، الكيك أو عفوا الكيك 96، الدايفنج 95، الريفلكس 94، وعنده البوزيشن 89، والهاند 89، سبيد 61. فيعني من البطاقات جدا الصراحة ممتازة اللي نزلت لنوير أو نزلت يعني لأي حارس بشكل عام، لو تنزلوا هذه الطاقة يعني هاي الطاقة راح بيكون حارس جدا ممتاز. فهذا بالنسبة لفيفا 14. فيفا 15 بطاقة العادية نزلت لقوتها 90، يعني أقوى بطاقة عادية لحد الآن بالنسبة لمانويل نوير، يعني اللي نزلت له عفوا يعني لحد فيفا 15 تعتبر أقوى بطاقة عادية نزلت له. الريتك فيها 90، عنده أعلى طاقة الكيك 92، الدايفنج 87، الريفلكس 86، الهاند 85، عنده البوزيشن 90،
بطاقة جدا ممتازة الصراحة. نزلت النسخة اللي هي المحطة من الأرقام تقريبا شيء زي كده، ما أعرف بالضبط الصراحة. عنده الأعلى طاقة فيها الكيك والبوزيشن 92، عنده الريفلكس والدايفنج 90، والهاند 87. نزلت نسخة تيم اوف ذا سيزون 95 الريتنج، عنده أعلى طاقة فيها اللي هي الكيك 95، البوزيشن والدايفنج الاثنين 94، عنده الريفلكس 93 والهاند 90. ونزلت لنا نسخة تيم اوف ذا يير خرافية جدا الصراحة، الكيك 97، الدايفنج 96، والبوزيشن 96، الريفلكس 95، والهاند 92. طاقات خرافية خرافية جدا الصراحة بالنسبة لمانويل ناير في بطاقة يعني تيم اوف ذا يير، والسبيد 62. فهذا كان بالنسبة لفيفا 15. فيه 16 بطاقة العادية نزلت قوتها 90، ايضا عنده اعلى طاقة فيها الكيك 91، البوزيشن 90، الهاند 87، الريفلكس 86، والدايفنج 87. نزلت له بطاقة انفورم قوتها 91، عنده اعلى طاقة فيها الكيك 91، الهاند 90، والبوزيشن 92، عند الدايفنج 88. يعني من البطاقات جدا ممتازة. سكند انفورم نزل له الريتنج عند 92، عند البوزيشن 93، الريفلكس والهاند والكيك الثلاثة يعني 91، الدايفنج 90، والبوزيشن طبعا مثل ما قلنا 93. نزلت نسخة اللي هي اليورو يعني اللي تنزل للاعبين في اليورو، الريتنج عند 93، عنده اعلى طاقه فيها البوزيشن 94، ريفلكس 93، دايفنج والهاند 92، والكيك 91. نزلت بطاقه اللي هي اليورو يعني بطاقه ثانيه قوتها 94، عند البوزيشن 95، الريفلكس والدايفنج 94، الهاند 92، والكيك 91. نزل بطاقة تيم اوف ذا يير خرافية جدا الصراحة، ما اعرف ليش ما نزلوا له تيم اوف ذا سيزون. المهم عنده الريتنج فيها 96، عنده بوزيشن 97، الكيك 96، الريفلكس والدايفنج 295، الهاند 92، يعني 5 طاقات 90 وفوق، ومنهم 4 95 وفوق، وعنده السبيد 66. فتعتبر طاقات جدا ممتازة الصراحة بالنسبة لمانويل ناير في فيفا 16. ننتقل لفيفا 17 الفيفا الحالية، نزلت لحد الآن بطاقة واحدة الريتنج عنده فيها 92، أقوى بطاقة عادية نزلت لناير يعني كبطاقة عادية. نتكلم عن بطاقة تطور شيء، عنده على طاقة الكيك 95، الهاند 90، وعنده البوزيشن ثاني على طاقة 91، الدايفنج والريفلكس 89. فهذا كان بالنسبة لتاريخ ناير في الألتيميت تيم. فبشوفك هسه نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تحرمون من زر اللايك، واشترك في القناة اذا ما كنت تشترك، واكتب لي تحت في الكومنت اللاعب اللي نجيبه في الحلقة الجاية او الحارس، هل هو كاسياس او نجيب حارس ثاني. طبعا الكومنت اللي يجي عليه لايكات كثير راح ناخده، طبعا يعني نختار حارس حصرا. فبس هذا كان عندي اليوم، اشوفك على خير في الفيديو الجاية، في امان الله.